وسهلا بيكم، برحب بكل الناس اللي عملت لي سبسكرايب او اشتراك على قناتي. انا النهارده هتكلم في موضوع مختلف شويه. دلوقتي هتكلم في موضوع مختلف، في سؤال جالي اكتر من مره اللي هو روتين البشره بتاعي وسر نضاره بشرتي. هو انا عايزه اقول لكم مبدئيا انا دلوقتي بشرتي مش في احسن حالتها، لان مش عارفه طالع لي حبوب، مش متاكده من منتج انا دخلته في الروتين بتاعي جديد ولا عشان حطيت ميك اب اكتر من مره في الفتره الاخيره. وانا في العادي مش بحط فول فاونديشن او كريم اساس على وشي كله، فممكن يكون من ده. ولكن سر نضارة البشرة في العموم ان احنا نبقى بناكل اكل صحي، ان احنا نبقى بنشرب مية كتير، ده اللي بيجيب النضارة. مش اي منتجات هنستخدمها من بره هي اللي هتعمل لنا النضارة، لازم نبقى بنشرب مية كتير، لازم يبقى اكلنا صحي. انا من النوع اللي لو اكلت اكل دهني او اكلت اكل مقلي، اكلت فاست فود، اكلت شيبسي، اكلت شوكليتس كتير، على طول بيطلع لي حبوب في وشي. فالبشرة دي كلها حاجات من جوه. طيب ايه الروتين اللي انا بستخدمه لبشرتي؟ انا بشرتي دهنيه واكني برون سكين، يعني بشره قابله انها يطلع لها حبوب حبوب الشباب او حبوب البشره. اول حاجه بستخدم الغسول ده، انا بستخدمه بقالي 4 سنين ما بستغناش عنه، حاولت اغيره الفتره اللي فاتت، لكن لما غيرته الغسول التاني مع انه من ماركه مشهوره والمفروض ان هو للبشره الحساسه، بس عمل لي رياكشن في وشي، فالدكتور هو اللي قال لي ركزي انت بتستخدمي ايه جديد، فاكتشفت ان هو من الغسول التاني. فانا برجح جدا الغسول ده لاي حد بشرته دهنيه وعنده حبوب وبشرته حساسه كمان، لان انا بشرتي حساسه. حلو جدا جدا، بيشيل كل حاجه، بيشيل كل الميك اب من على الوش، بيمسح كل حاجه من على البشره. تاني غسول برضو بستخدمه وبحبه جدا اللي هو ده من فيتشي، اسمه ايديال وايت. ده بيفتح البشره فعلا جدا، لو وشي فيه حبوب كمان بينشفها. بحب الشعور بتاعه كده والملمس بشرتي بعد ما بحطه، فده برضو بنصح فيه، بس انا مش بستخدمه كل يوم، يعني بستخدم الايفاكلار كل يوم. بعد الستاب بتاعت بقى ان انا غسلت بشرتي، في برضو غسول تاني من نيوتروجينا بحب استخدمه للبشره الدهنيه، ولكن هو خلصان من عندي. بعد كده بعمل ايه؟ بعد كده بستخدم تونر. انا بستخدم التونر ده بقالي برضو 2 سنين. انا بستخدمه ازاي بقى؟ الطريقه الافضل من ان احنا نحطه على قطنه ونمسح بيها وشنا، ان احنا نعبيه في باطل زي دي انا جايباها من دايسو او ميموسو، مش عارفه اسمه ايه، بس جايباها من محل من دول، يعني اللي هو عادي كده، وبروح بحط فيها التونر وبرشه كده على وشي بعد ما بغسل وشي، بس كده. فدي ستيب التونر من فارماسيز، هو ده التونر ده للبشره الدهنيه، وعندهم تونرز ثانيه لانواع بشره ثانيه. بعد كده برطب وشي ازاي؟ انا عندي كذا كريم مرطب برطب بيه. ده انا بعشق كل منتجات نيتروجينا فعلا بجد، انا بحب كل منتجات نيتروجينا. ده اسمه الهايدرو بوست ووتر جيل، ده الووتر جيل مش الجيل كريم، ده ووتر جيل. الملمس بتاعه عامل زي الجيل بالظبط، وخفيف قوي على البشره، ما بيخليهاش دهنيه خالص. او ده بقى العشق بتاعي، يعني ده بقى انا بموت فيه. الكريم ده مخصص للبشره الدهنيه، وفيه ساليسيليك اسيد او لاكتيك اسيد، بيحرق كده اول ما بتحطيه، لانه هو بيساعد ان هو يقلل الحبوب فعلا. هو يعني فعلا انا مجرباه وده بيقلل الحبوب فعلا. طيب بعد كده بحط ايه؟ بعد كده بقى بحط فيتامين سي سيروم. انا كنت بستخدم براند تاني ولكن جربت ده المره دي، هو الشعور بتاعه دهني شويه، بس انا عملت سيرش الزيوت اللي عليه المفروض ان هي زيوت بتحارب ان يطلع على البشره حبوب، ولكن هل ده عمل لي حبوب ولا لا؟ انا مش متاكده، فانا حتى هي لسه مليانه، ما كملتش استخدامه، مستنيه اشوف الحبوب تروح واجرب تاني ان انا استخدمه. بس لازم استخدم فيتامين سي سيروم، فده اخر براند انا جربته ولسه مش قادره احكم عليه. برضو اسمه فارماسيز وموجود في مصر وموجود في كل حته. بعد كده السكراب او التقشير. انا نوع بشرتي لازم ان انا اعمل تقشير اتليست 4 مرات في الاسبوع، يعني انا الدكتور بتاعتي كانت قايله لي يوم او يوم لا او كل يومين ماكسيمم، فانا نوع بشرتي كده، انما لو حد بشرته جافه حساسه ممكن مره في الاسبوع. فانا كنت بستخدم من يوسرين اللي هو لونه اخضر ولكن خلص، فقلت اجرب ده، معقول مش احسن حاجه ولكن كويس كسكراب، يعني زي اي سكراب، بس التاني كان احسن بصراحه. الماسكات اللي انا بستخدمها لبشرتي، بستخدم من لوريال البيور كلاي ماسك، واكيد تقريبا خلصانه اهو، ده انا بستخدمه مره في الاسبوع، وبستخدم البيكسي جلو ماد ماسك كمان مره في الاسبوع، يعني انا بستخدم الاثنين دول. حتى ده كنت جايبه سامبل، يعني مش سامبل، كنت شاريه الحجم الصغير عشان اجربه، بس عجبني جدا هجيبه تاني، فبعمل الماسك مرتين تقريبا في الاسبوع.
قبل ما بنزل الصبح لازم استخدم سان بلوك. كنت بستخدم لاروش لمده 3 سنين ولكن فيتشي عجبني اكتر من لاروش بكتير، خفيف جدا على البشره بجد، انا بحطه كاني مش حاطه اي حاجه على وشي، يعني انا يعني كاني حاطه كريم عادي وكريم للبشره الدهنيه. هو اسمه ماتيفاينج فيس ليكويد دراي تاتش، هو ده، انا بحبه جدا وكل يوم يوميا عندي منه كمان السبراي وعندي منه الكريم زي ده، بستخدم الاثنين يعني السبراي اسهل لي ان انا بس كده برشه على وشي. اخر بقى منتج مقدرش اعيش من غيره البايوديرما سنسيبل ووتر ده، انا فعلا ما بقدرش اعيش من غيره، لازم كل شويه ادخل كده داخله طالعه بمسح وشي بيه، بيشيل اي غبار من على الوش، بيشيل اي ميك اب لسه على الوش، اي نوع ميك اب لو انا ما اتمسحش من الغسول بمسح بيه وشي كل شويه، بحبه جدا يعني شيء اساسي في الروتين بتاعي. ونسيت اقول لكم اخر حاجه النايت كريم، انا التو كريمز دول بستخدمهم الصبح، يعني دول ده وده بستخدمهم الصبح، بالليل بستخدم من ذا بادي شوب تي 3 نايت ماسك ده اسمه، وهو عامل زي الجل برضو بس بالشاي الاخضر، بحطه بالليل بس عشان الحبوب يعني، خصوصا لو بشرتي فيها حبوب، لو بشرتي ما فيهاش حبوب ممكن استخدم حاجه تانية. جربت اولي هنريكسون وعجبتني جدا المنتجات بتاعتها، الاي كريم بتاعها ايه ده، انا نسيت احط الاي كريم، انا عامه بستخدمه بتاع بايوديرما، ولكن عجبني اكتر حاجه بتاع اولي هنريكسون بس هو خلص من عندي، هو والجلو كريم بتاعه برضو والفيس كريم، الاثنين عجبوني جدا والاثنين خلصوا من عندي فهجيبهم تاني. بس كده انا ده الروتين بتاعي بتاع البشره، للناس اللي سالتني روتين البشره بتاعي اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب او اعجاب واشتراك على قناتي، ومساءكم سعيد.